صباح الخير، صباح الحضارة المصرية، صباح الملوك والملكات، لأن النهاردة يوم مميز جدا جدا جدا. طبعا النهاردة هيبقى عندنا فعاليات الموكب العظيم، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمقرها في متحف الحضارة المصرية في منطقة الفسطاط المعروفة. طبعا يعني كل العالم النهاردة حوالي 220 قناة أداء. النهاردة هنقول هذا الحدث الكبير جدا، عندنا العالم عدد كبير جدا من القنوات وعدد كبير جدا من المراسلين الصحفيين من كافة أنحاء العالم، ده غير طبعا الشخصيات العامة العالمية المهمة جدا اللي هتحضر هذا الحدث الفريد. 22 مومياء مصرية من الملوك والملكات بتجوب شوارع القاهرة، ميدان التحرير والمنطقة اللي يعني هيكون فيها الموكب تزينت بشكل كبير جدا. يمكن اللي زار من حضراتكم ميدان التحرير بالأمس أو أول أمس وشاف المستوى الرائع من التطوير اللي حدث في الميدان بالإضافة إلى المسلة اللي بتزين الميدان، شيء مشرف جدا وجميل جدا. والحقيقة يعني زي ما كنا بنشعر بالفخر في الإنجاز اللي حدث منذ أيام في يعني تحريك السفينة في قناة السويس، المصريين بيقولوا دايما إن زي ما لينا حاضر قوي لينا كمان تاريخ قوي جدا نسند عليه ونعتمد عليه وننطلق من خلاله للمستقبل. صباح الخير على حضراتكم. طبعا 18 يعني موميا لملوك رجالة وأربع مومياوات لملكات سيدات. طبعا عندنا ملكات رجال وملوك رجال وملكات سيدات في مصر، الملكات كان بيحكموا، طبعا المرأة كان لها دور كبير جدا ونصيب جدا في الحضارة الفرعونية القديمة. نتوقع النهاردة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل عدد من الشخصيات الدولية اللي هتحضر موكب الملوك بداخل متحف الحضارة المصرية. النهاردة إن شاء الله معاكم في حلقتنا ممتدة معاكم لغاية الساعة 11 بإذن الله من صباح النهاردة، علشان نصيف فيها شخصيات متعددة نتكلم فيها عن هذا الموضوع المهم والحدث الأثري والتاريخي والعالم الكبير جدا. نبدأ معاكم في بداية صباحنا المصري بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ويشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات. العالم يتابع اليوم انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وداخلية تنهي استعداداتها لتأمين الحدث العالمي الكبير. وزير الخارجية يشارك اليوم في جولة مفاوضات حول سد النهضة في كينشاسا، والخارجية تؤكد أن المشاركة تعكس موقف مصر الداعي لانطلاق مفاوضات جادة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 703 إصابات جديدة بكورونا و43 حالة وفاة وخروج 432 متعافيا من المستشفيات.